بعد مشوار امتد لنحو 40 عاماً غادر أحد أهم إداري الصحافة السعودية منصبه، إذ ودعت صحيفة عكاظ مديرها العام الدكتور وليد قطان، وهي إحدى أهم الصحف السعودية والعربية. شهدت خلال إدارة قطان قفزات كبيرة على مستوى التحرير والدخل الإعلاني والتوسع في منصات الإعلامية، بالتوازي أيضا مع الحضور المهم للصحيفة الأم في المشهد الصحفي السعودي، بما تأتي مغادرة قطان لعالم الصحافة السعودية في وقت تشتكي فيه كبريات الصحف من تراجع الدخل الإعلاني وضعف المداخيل المالية واتجاه مزاج الجمهور إلى المنصات الرقمية والصحافة الإلكترونية. من جدة ينضم إلينا المدير العام السابق لصحيفة عكاظ الدكتور وليد قطان. دكتور وليد، أهلا وسهلا بك معنا. في البداية سامحنا أبو وسام، طولنا عليك، اليوم أول يوم في رمضان وعارفين أنه صعب، يعني أول يوم عليك، وكل عام وانت بخير أولا. الله أبدا، وانتم طيبين، وكل عام وكل الأمة الإسلامية بخير، وإن شاء الله ربنا يعيننا على صيامه وقيامه. 39 سنة بالضبط دكتور وليد تاريخ عملك في 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 الصحافة السعودية، تاريخ عملك في صحيفة عكاظ، تدرجت فيها في كل المناصب، عملت في كل مكان تقريبا في 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 هذه الصحيفة. 39 سنة من الحب والعشق، يعني كما وصفتها الحبيبة في تغريدتك الحبيبة عكاظ، اليوم تبتعد عنها وهي تتألم وتئن في عز أوقاتها وأزماتها. ماذا يقول وليد قطان وهو يغادر عالم الصحافة في هذا الوقت؟ والله أنا على مدى فترة زمنية يمكن من حوالي سنتين، وأنا تعرضت لوعكة صحية وكنت أرغب في ترك العمل بسبب المرض، والحمد لله تجاوزنا الوعكة الصحية. لكن يحزنني ان انا اترك عكاظ، لكن انا ما زلت في عكاظ كمساهم وكعضو مؤسس، ما زلت. ال 39 سنة انا بالنسبة لي ترى عبارة عن 9 سنوات. انا فوجئت بالرقم هذا، فوجئت، لكن لن نترك عكاظ، لن اكون مباشر لعمل يومي، لكن سأكون موجود من على بعد، وإن شاء الله عكاظ ستظل عملاقة كما هي. اليوم الصحافة الورقية في على مستوى العالم تعاني، الصحافة الورقية عندنا في السعودية تعاني بشكل كبير. يعني أنتم في 2018 كان لكم اجتماع بحثتم في مشاكل السيولة النقدية، مشاكل متعلقة بعدم صرف رواتب للناس في نهاية كل شهر، يعني أزمة كانت تعيشها عكاظ. ما سبب هذه الأزمة؟ اليوم أنت أيضا تغادر، ماذا تقول؟ يعني كيف يمكن معالجتها؟ هي الأزمة ترى لكل الصحف السعودية ولكل المؤسسات الإعلامية تعاني من أزمة سيولة، نظرا لعدم سداد قطاعات حكومية أو قطاع خاص لمستحقات المؤسسة. يعني أنت اليوم تملك رصيد كبير موجود في السوق، فبيؤثر على سيولتك النقدية. ثانيا أنت اليوم بتتخلص من، بصراحة بتخفض في مصروفاتك وتخفض في عمالتك، هذه تحتاج إلى مكافأة نهاية خدمة، إلى مستحقات، هذه اللي بتسبب أزمة السيولة مع انخفاض طبعا الدخل الإعلاني. خليني أسألك عن أسعد أيام حياتك في 39 سنة في عكاظ، متى كان؟ كل يوم أنا قضيته في عكاظ، وكل ساعة وكل لحظة فهي بالنسبة لي سعادة. مش يوم تعيينك مدير عام للمؤسسة كان يوم مختلف؟ يعني كان هو الأسعد؟ لا والله، أنا ترى بدأت مدير للشؤون الإدارية في الثمانينات، وكل فترة من الفترات هي فترات كانت بالنسبة لي سعادة، لأننا كنا نعمل بحب بعشق لهذه المؤسسة
وليس لأغراض أخرى. وأصعب فترات حياتك اللي قضيتها في عكاظ؟ والله الثلاث سنوات الأخيرة. الفترة الصعبة اللي تعاني منها. الثلاث سنوات الأخيرة لأنه اللي بتعاني منها كل المؤسسات الصحفية أنه اليوم أنت مضطر أنك أنت تنهي خدمات زملاء لك، أصدقاء لك، محبين على مدى الأربعين سنة ولا التسعة وثلاثين سنة كان لنا، أصبحنا أخوة يعني، أصبحنا عائلة واحدة. هذه ميزة عكاظ، أنه كلنا كنا عائلة، فريق، أسرة. أي بس كان تحصل بينكم خلافات وإشكاليات يعني، وشد وجذب ومد وجزر، وخاصة يعني أيام هاشم عبدو هاشم يعني من 1980 إلى 2007 كانت مليئة بهالمشاكل، ولا لا دكتور وليد؟ ترى هذه بهارات العمل الصحفي. ال- 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 الاختلاف أي مكان لا بد يكون فيه اختلاف، مصارين البطن فيها اختلاف اليوم. بالعكس أنا اليوم إلى قبل يومين أنا كنت في مناسبة خاصة للدكتور هاشم، عكس نحن ما زلنا أصدقاء وما زلنا نلتقي دائما. الاختلاف في العمل فهو ظاهرة صحية. هي نفس المشاكل تقريبا اللي كانت مع مع محمد التونسي، بعدين اللي كانت من 2008 إلى 2012 دكتور وليد، برضو كمان فترة محمد التونسي كان فيه شوية خلافات، شوية أكشن يعني. شوية أكشن بس ما هو مع المدير العام، يمكن مع مجلس إدارة المؤسسة وليس مع المدير العام. أنا أحتفظ ترى بعلاقات وبصداقات، يمكن هذه سبب من أسباب النجاح اللي حققته في عكاظ، أن كنا أصدقاء نختلف داخل العمل لكن برا العمل نحن إخوة وأصدقاء وما زلنا. تذكر في 2015 كان فيه أزمة الصحفيين المفصولين اللي اتخذوا إجراءات قانونية رسمية وقابوا الصحيفة على فصلهم غير القانوني. ليش حدثت هالمشكلة في ذيك الفترة، خاصة أنه كان لهم يعني كان في حركة لحل ودي كان ممكن يصير في ذيك الفترة، لكن بعد ذلك تصاعدت المشكلة، أخذت منحى آخر، وكانوا يحتجوا على إعلان الصحيفة التعاقد مع أندية الاتحاد والنصر والهلال في الإعلانات لمدة 5 سنوات بمبلغ 90 مليون ريال. هل كانت هذه المشكلة؟ صحيح. لا لا، المشكلة دي انتهت، ثم كانوا يعني اثنين او ثلاثة اشخاص هم اللي كانوا انهت خدماتهم وتقدموا بشكوى للجهات الرسمية، لكن كانت بالنسبة لعكاظ اجراءاتنا نحن اجراءات رسمية نظامية ما فيها اي تجاوزات. واذكر انه ثاني يوم بعد ما كان في لقاء لي مع احد التلفزيون القنوات، ثاني يوم كان عندي 18 مفتش من مكتب العمل في المؤسسة، ولم يجدوا أي شيء غير نظامي. موضوع 90 مليون، ترى كان أول سنة لموضوع رعاية الأندية تبرع بها ترى الأستاذ عبد الله كامل من حسابه الخاص. وبعدين ثاني سنة نحن تولينا عملية الاستمرارية، لكن لم نوفق ولم نستمر في رعاية الأندية بسبب اختلافات في وجهات النظر. من أفضل رئيس تحرير تعاملت مع دكتور وليد؟ يعني ما تعطيني إجابة دبلوماسية، لأنه خلاص اليوم أنت بعد 39 سنة تقدر تقول أي حاجة وما حد حيزعل منك. لا لا، وفي أول يوم في رمضان حتمشي لك الناس كلهم الموضوع. يا خالد خلينا صايمين. طيب ترى كلهم ما شاء الله عليهم من حيث المهنية فهم مهنيين ولا يعلم ولا يعلى عليهم. طبعا همهم كان الدكتور هاشم عبدو هاشم، رجل مهني مليون في المية.
بالفترة الأخيرة عاصرت جميل الديابي كرئيس تحرير لصحيفة عكاظ، قبلها أيضا محمد التونسي، ماذا تقول عن الاثنين؟ التونسي كلهم أخوة، وترى علاقتي بهم مستمرة وإلى اليوم وإلى بكرة إن شاء الله وما حييت. هل صحيح أنه كان من أكثر الأزمات إلاما للدكتور وليد القطان هي أزمة مصطفى الغندور؟ كان من أصعب الأيام في حياتك. مصطفى الغندور لمن لا يعرف كان هو نائب المدير أعتقد، وكان هناك أزمة مدير إدارة الإعلان الدولي. أي مدير إدارة الإعلان الدولي، مدير إدارة الإعلان الدولي، وتم اكتشاف عملية اختلاس أموال، صدمتم أعتقد في صحيح تلك صحيح الفترة. صحيح صحيح، وهو مقرب منكم وما زالت إلى كان مقرب من الجميع ما شاء الله بعلاقاته، كان له يعني دور حتى في المؤسسة مع كل العاملين، ورغم الآن مرور 7 أو 8 سنوات لكن ما زلنا نحن نتابع قضيته، والحمد لله يمكن قبل شهر حكم لنا بحكم في محكمة في لبنان. أنا أشكرك شكر جزيل على تواجدك معي. لم نترك بعد 39 سنة في أنا لي بس على إضافة أستاذي. تفضل سريع أستاذي خالد، لي إضافة العفو. وأطلبها أنه لابد من إعادة النظر في نظام المؤسسات الصحفية خصوصا مع الرؤية 2030، لابد أن تتحول المؤسسات الصحفية اليوم إلى شركات مساهمة، وحيكون هناك داعمين، وأنا على علم بكثير من رجال الأعمال الذين يرغبون في أن تكون شركات ويدخلوا داعمين ويضخوا رؤوس أموال جديدة. طيب، فأأمل من أن يكون هناك إعادة نظر لهذا الموضوع. الطبق الأهم اليوم على سفرتك في أول يوم في رمضان وفي كل سفرة في رمضان، إيش هو يا دكتور وليد؟ الفول. طيب يا سيدي، شكرا جزيلا لك من جدة. أهم وجبة، والله يحييك معنا. تسلم، شكرا جزيلا لك من جدة، المدير العام السابق لصحيفة. الله يسلمك حبيبي دكتور وليد. شكرا لك خالد. تسلم.